مرة تانية أنا سعيد بوجودكم وعايز أقول وباللي أنا شايفه هنا، والحقيقة يعني هذا أمر يعني يدعو للفخر. إحنا بنتكلم على يعني تشكيل من من عدة تشكيلات سواء كان في جيش تاني أو التالت أو في في المناطق الأخرى زي المنطقة المركزية أو الغربية أو الجنوبية أو كل التشكيلات بالمستوى الحمد لله الحمد لله بالمستوى اللي احنا شايفينه ده في كل التخصصات وزي ما قلت مهما كانت قوتك هي قوه رشيده وده سمه من سمات الجيش في مصر قوه رشيده وحكيمه تب تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي بقول في اليوم ده إن احنا دايما محتاجين إن احنا نتسلح دايما بالعلم بالمعرفة حتى نكون قادرين دايما على استيعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المعدات والأسلحة الحديثة.